تشرفنا اليوم بحضور الإفطار الجماعي المتنوع لأوجه من الاقتصاد والسياسة في فيينا وفريق عمل إنفوجراد. حضره لف غفير من الوجوه الاقتصادية والسياسية في فيينا. إفطار برونو الماركت اليوم هو رسالة واضحة إلى الأوروبي. رسالة الأوروبي ورئيس الأوروبي سيد مارا اللي في البلاد شخص رقمة، لأن معظم العاملين أو معظم أصحاب الأعمال الحرة هم أصول مهاجرة. هذه الرسالة وجهناها له لأنه هو حاول أن يرجع البرون ماركت كأنه مكان غير آمن، مكان غير نمساوي، وكانت هذه رسالته للنمساويين، وهذا أعتبره جزء من العنصرية. وإحنا جئنا اليوم هذا الإفطار هو جزء لنبذ العنصرية. Ja, weil wir gedenken heute an eine blöde Aussage von einem ÖVP-Politiker, der eine, mit einer flapsigen Aussage viele, viele Menschen beleidigt hat. Viele Menschen, die sehr wichtig sind für Wien, die migrantischen Unternehmen, ohne die die Stadt nicht überleben könnte. Weil wir gedenken heute und feiern heute mit vielen dieser Wiener migrantischen Unternehmen, die das Rückgrat der Wiener Wirtschaft sind. Weil am Bohnenmarkt angeblich alles so schlimm ist und das stimmt leider überhaupt nicht. Ohne den wirklich wertvollen und wichtigen Händlern am Brunnenmarkt, den Standlern, wie wir in Wien sagen, würde der Brunnenmarkt nicht funktionieren. Und ich bin dankbar, dass es den Brunnenmarkt in dieser Form gibt, wie es ihn heute gibt. Ich wohne ganz in der Nähe des Brunnenmarkts und gehe mehrmals in der Woche dort einkaufen. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen Symbol haben heute, wenn wir ihn heute Brunnenmarkt Iftar nennen, dass es diese Besonderheit und diese Wertvollheit hat. إن أهمية التعددية في المجتمع النمساوي في فيينا تثبت يوما بعد يوم تماسكه كفيلسوفاء يشكل لوحة متناهية الجمال، فكل ما يعيق هذه اللوحة ويساعد في تشتيتها أو تشويهها أو نزع أي جزئية من هذه الفسيفساء يسبب في أن تكون هذه اللوحة ليست فيينا. ونحن تواجدنا معنا مع بعض اليوم بقيمنا هي كمان رسالة لإلنا جميعاً وللبلدان الأوروبية اللي نحن موجودين فيها كجاليات شرقية، على أنه نحن أخوة ونحن متمسكين بقيمنا ومبادئنا، طبعاً سواء كانت الدينية أو الإثنية. والجالية المسلمة هنا لها تأثير كبير في المجتمع النمساوي، سواء في الانتخابات سواء في أي حاجة. فإحنا لو شفت الاجتماع دوت أو المجموعة اللي موجودة ديت، ده شيء يدل إن إحنا لينا أهمية جامدة كأجانب أو كمسلمين، أو يعني فينا برضو والإخوة المسيحيين برضو معنا كأجانب عامة. وأكيد اللاجئين يمكن بعض منهم يسوي أشياء سيئة، بس إحنا موجودين وبيننا تكبر بينا، وإحنا دا ننجز ودا نعمل، وإن شاء الله بيننا تكون بلدنا الثاني. الحقيقة أن مثل هذه التجمعات هي تعتبر رسالة حقيقية، رسالة سلام في المجتمعات التي نعيش فيها، رسالة محبة، رسالة وئام، رسالة أننا جزء من هذه المجتمعات، وبالتالي نعرض ثقافتنا مثل ما نستقبل ثقافتكم أيها المجتمعون في هذه البلدان. وبنتمنى للأحزاب اللي كانت في يوم الأيام عظيمة وابتعدت عن الإنسانية أنها تعود مرة أخرى للإنسانية. التعداد في النمسا بيولد ثقافة قوية وبيولد مجتمع أكثر قوة وأكثر نسيجه بيكون قوي وبيكون ملائم. فيينا بلد متعددة المقيمين فيها من متعدد الجنسيات، اختارها كثير من المهاجرون كوطن ثاني. قدوم اللاجئين لهنا لأوروبا بالذات وللنمسا بالذات بالعكس عمل خطوة إيجابية حلوة من الناحية الاقتصادية. هاي المساحة العريضة من المجتمع النمساوي والعربي المقيم في النمسا الذي يدل على رحابة صدر والتعددية الإنسانية، خلينا نسميها إنه يعني هون بتلاقي عنا في مسيحيين ومن طوائف ثانية مشاركين في هذا الإفطار الجميل. وكلنا نعرف أن المجتمعات الغربية وخاصة النمساوية، منها أتحدث عن النمسا لأننا موجودين هنا في فيينا، معروفة بتقبلها للآخر وتقبل الثقافات والاندماج وتقبل المختلف الثقافات والديانات والمذاهب والطوائف، وأكبر دليل وجودنا هنا يعني يذكرنا بأيامنا اللي كنا بلادنا القبل. ما يعني هنا شيء رائع يسوون، يعني الكل يتجمع، واحد يتعرف على بعض، الجمعيات والأهالي واللاجئين الجداد، يعني كلهم مع بعضهم.